عندي الحمص، حمص مسلوق جاهز على طول على التشويح، عندي البصل، بصل مبشور، عندنا الطماطم، جنزبيل فريش وهكون بشراه، عندي الشطة، البابريكا، الكمون، ملح وقرفة، والليمون الفريش، وكمان مكعب الخضروات اللذيذ. تعالوا بقى كده اما ايه نشوف مع بعض. اول حاجة هعملها شوية زيت بسيط خفيف لذيذ كده. هجيب البصلة بتاعتي، لا استنى دي بتاعت المشروم، بلاش لخبطة اهو. هجيب هنا كده، هوبا، تشويحة لذيذة وسريعة للبصلة. بصوا، مع الجنزبيل المبشور الفريش الحلو قوي قوي، ريحته فظيعه مش عايزه اقول لكم. ده بيدي بقى طعم مختلف تماما عن اللي احنا ايه على طول بنشربه وبناكله اهو. التشويحه اللذيذه دي كده انزل الطماطم المبشوره كده، وايه ابدا بالتتبيلات بقى بتاعتي الحلوه، طبعا الشطه الجميله، البابريكا اللي بتديني طعم مسكر كده وحلو، القرفه رشه خفيفه خالص بس ايه اكن فيها قرفه، مع الكمون الجميل، الكمون ده بقى ايه اديله نكهه كده بتاعته الحلوه، وعندي الفلفل الخفيف مع الملح، وايه هجيب المرقه بتاعتي هحطها مرقه الخضروات، وعلى حسب الكميه بتاعتي بحط ايه عشان اشوف الشوربه اللي انا هعملها قد ايه. شايفين الجمال ده كده، ونشوح مع بعض. الله على الجمال ده كده يتشوح، واقوم ضايفه الايه الحمص ياخد التشويحه معاهم. بصوا بقى الجمال والحلاوه، وما تقولوش بقى لحد على جمال الوصفه اهو. شايفين كده، هجيب بقى هنا كده عصاره الليمون، وايه نعصر الليمون، وهقوم حاطه بقى الميه واسيبه ياخد احلى ايه احلى غلوه مع بعض اهو كده. تقليبه حلوه،